خويا سبب التواجد ديالنا هنايا هو واحد التسويعات اضافيه كناخذوهم السنه للسنه. هذه مده ديال 3 سنين ما كناخذوش وكنتجاو في هذا المكان. الا كنتو كتحضروا راه كتشوفوا كل شيء بعينيكم. هاد الناس كاملين جايين واقفين على 4 دراهم. 4 دراهم كتسوي 36000 ريال في العام. واش هاد الناس هادو اش كيستحقوا ديك 36000؟ ما كيستحقوهاش. والمشكل اللي كاين هو ان هاد الناس ديال السي العمده انه داير واحد الفرق ما بين موظف جماعي وموظف راه الاشاره. والمشكل هو حنا كنا موظفين جماعيين تحت جماعه راه هي الدار البيضاء ديال الدار البيضاء كامله. والرئيس ديالنا واحد هو العمده ولكن ما كيريحش معنا، ما كيعطيناش راس الحوار، ما كيديروا معنا حتى شي حل حنا خصنا نستحقوه. وهاد الناس كاملين 36000 ريال في العام غادي ياخذوا باش يشري حولي باش يعيد باش يخلص الماء باش يخلص الضوء باش يخلص الطريطه ديالو باش يشري قنب يهز بها راسو يتفرقع بها. ما عرفش علاش حاقرين خويا في هذا الوقت. والمشكل هو ان حتى هذه الجائحه اللي جات ديال كورونا حنا كاينين الناس هنا ديال الصحه اللي خدموا هنا وداروا هذا واحد منهم نوريه لك انا واحد من الناس اللي خدم في كورونا والناس مريض وخدمات ومعرضنا ريوسنا الصحه ديالنا عرضناها للخطر باجل البلاد. ولكن هذا حرب تنقولوا حنا حرب على اجل البلاد نتحاربوا على بلادنا هذه نموتوا عليها ونتحاربوا عليها وباش ما كنموتوا عليها. تحيه نضاليه. احنا اليوم ان شاء الله بحول الله عز وجل درنا هذه الوقفه هذه فيها بزاف ديال المسائل. المساله الاولى هو هذا العمده هذا من جا هذا الحزب بالذات هذا العمده هذا حاط ناس هنا نصابه وهاد النصابه هادو طلقوا جميع المقاطعات يعني ليسونس كانت تتعطى قبل ما تجي هاد العداله والتنميه هاد العصابه كانوا جامعات كانوا احزاب اخرى قبل من جهه هذا ولا كيحيد 11 و12 وشهر واحد كيقلع على الناس البدله ما كيعطيهاش الدوزان ديال العمال ما كيعطيهش لي ترونسبور ما بقاش كيعطيهم جاي هذا المشكل ديال الساعات الاضافيه العام اللي فات كان بغى يحيدها جات هذا المشكل ديال كورونا الموظفين ديال المقاطعه ما كيربحوا والو والمخير فيهم عنده جوج كريديات جا لهاد الكورونا ما استشروش وقطعوا 3 شهور والناس ديزا فيهم الصداقه وصبرنا لهذا المشكل ديال الاقتطاع ماشي مشكل الاخت التوريه ديالو اللي حاطه هو هنا هاد التوريه هادي لا من دروا ديالو بهذا المفهوم هذا البارح في الاجتماع تقول لك تيفوت العيد عاد نقدروا نعطيكم 8 شهور ولا 9 شهور حنا الى هاد السيده هذه التوريه هذه الى عندها هي باش تشري 10 د الحواله ديالها الناس هنا كاين اللي ديزا فيه الصداقه ما عندهمش وللاسف هاد الناس هادو كينصبوا كيديو فلوس ديال العمال حنا ما غنقولوش حنا عاش الشعب بهذا المفهوم هذا عاش الشعب عاش الشعب عاش الشعب هادو شفاره نصابه وكيبغيو يديو وحتى المقاطعه سيدي مليوط انا موظف فيها وكنتحدى اي واحد هاد المقاطعه حتى هي فيها عصابه كيقلعوا ليسونس لعباد الله تيديو لهم شهر 11 وشهر 12 وشهر 1 وجاد الكوفيد داو لهم 4 شهور البدله ما كيعطيوهاش ليهم زادوا كملوا ترونسبور ما كيعطيوش ليسانس اللي غيعطيو للناس الموتور مخرج لي 4000 كيعطيو للناس 2000 ريال دير لهم 2000 ريال يعني الناس مبهدلينا واحد التبهديله ما نعاودشك عليها حنا جينا اليوم لهذا العمده هذا في حاله حنا الكرامه ديالنا تبقى كرامه بغا حنا ما كنطلبوهش لان ديالنا هذا الشيء بغى يعطينا هذا الشيء هذا بالفرحات ما بغاش يعطيه حنا هذا العيد حنا مولفين الجوع وما مولفينش باللحم لان الا كلينا بزاف كيضرنا حنا مولفينها بالخبز واتاي الا ما عطاناش حنا رزقنا حنا غادي نضطروا باش غادي نديروا وقفه اليوم وغدا وبعدو وغادي ندخلوا الادارات للديبوات والسرابس ما غنبقاوش نخدموا وهذا العمده هو اللي خرج للزنقه يشطب ويخرج مع هذه العصابه تشطب وكنشكركم بزاف. سمعنا حنا كنرفضوا هذا الشيء حنا هذا الشيء كنستنكروه لان حنا بحال صاعقه لان حنا موظفين راه الاشاره
في الصحه، وحنا خدمنا في كورونا، خدمنا في كوفيد، كنا من الصفوف الاولين كنخدموا ليل نهار، ديما حنا خدامين، ديما خدامين. دابا حنا كنبغينا هاد التسويعه الاضافيه. كاينين ناس اللي ما عندوش واش يشري الحولي، كاين اللي عنده تريتا، كاين اللي مرض هنايا، كاين اللي عنده الامراض مزمنه، كاين بزاف د الحوايج ناس حنا معولين عليها، ولكن دابا من سمعنا هاد الشيء راه صدمنا صدمه كبيره، وحنايا دابا حنا صامدين هنا تنشوفوا اش غادي يقولوا لينا، وكنوجو ليه الله يهديه وخاصو يفتح لنا باب الحوار. وحنايا راه كنخدموا المواطن البيضاوي، كنا لا الناس اللي في الصحه، لا الناس اللي في التعليم، لا الناس اللي في العدل، لا الناس اللي في الماليه، لا كل شيء، كنا وحنا خرجنا من الجماعه بقرار، خرجونا هما بقرار انهم هما حنا باقيين تابعين ليهم وهما المسؤولين علينا، حنا ما خرجناش بالرضا ديالنا، خرجنا بالقرار ديالنا، وحنا كنطالبوا بهذه التسويعه الاضافيه لانهم داخلين في الجدول ديالنا، وكنطالبوا من العمده بانه ما يديرش تفريقه ما بين الموظف الجماعي، الموظف الجماعي والموظف راه الاشاره راه كلهم كيخدموا المواطن البيضاوي، كلشي كيخدموا وكلشي كلشي عنده بلاصه ديالو وكلشي كيعطي. وفي هذه الجائحه ديال كورونا راه الناس تاع التعليم خدموا، والناس ديال الصحه خدموا، كلشي خدم. الشنطه كذلك خدموا، الناس تاع الشنطه حتى هما خدموا، والناس اللي في المقاطعات راه ما خدموش، بركوا ريحوا وكيستافدوا من جميع التعويضات. حنا بعض الادارات كتخدم نهار العيد كدير لهم واحد المنحه ديال باش يعاونوا باش يشريوا الاضحيه، حنا عارف التسويع ديالنا كيحرمونا منهم، ما عرفتش هاد الناس اش بغاو دائما، دابا ثلاث سنين باش حرمونا منهم ما كيعطيوناش نهائيا. بغينا نعرفوا علاش، حنا علاش محقورين، علاش محقورين؟ هو دابا هزيله وزيد عاوتاني التعويضات تاعي هزيله، اش شنو اشنو؟ نمشيو عطيونا باش شي حبل نقلقوا به راسنا ونهنيهم. صافي. واش بهاد التصاريح اللي كتقولوا دابا واش انكم كنظن انكم واش فقدتوا الثقه انكم في الناس اللي مكلفين؟ العداله والتنميه، العداله والتنميه كحزب، العداله والتنميه كحزب لا يصلح لقياده السير العدلي، لا ليس له عدل، ان هاد الحكومه هذه زيرو. من هذا المنبر كنقول لكم بان هاد الحكومه زيرو. فاش الدرس ذاك العام فوالا حنا اون ديسكوت هاد لو بروبليم داك العام وهاد العام، وحنا هاد العام هذه من المكتسبات، هاد العمده جديد منين جا؟ جا من المواطنين هما الموظفين، حيت هاد الموظفين دابا كاينين هنا راه هما اصلا مواطنين ومشاو داو بالاصوات ديالهم، هو سي سان فونكسيونير بالنسبه لينا حنا، وعنده منصب سياسي ومنصب، وهاد المساله السياسيه اللي كيدير معنا راه ما خداماش ليه هو، ما خداماش لينا وما خداماش للحزب اللي كيمثل هو، حيت هاد الحزب هذا كان المغاربه كلهم عندهم واحد الامال فيه، حنا ماشي مشكل حنا صابرين، ولكن تجي انت لواحد المكتسب اللي اكتسبه هاد الموظف اللي من بعد معاناه وصراع ونضال جا اكتسبه، كتجي انت كتقول ليه بون انا غنعطيك غير 8 موا، عطيني لا غيزون، عطيني لا لوجيك باش ندخلها لدماغي انا كموظف، عطيني شنو المعايير، علما بان كنشوفوا حنا لو ان سانكيام ديال الميزانيه ديال الجماعه ديال الدار البيضاء كتديها شركات النظافه، يعني لو ان سانكيام ريزون، ركز في هذه الكلمه، كنقول لك لو ان سانكيام ديال الميزانيه كديها شركات النظافه، حنا حتى الخصاصه لا نستشاروا فيها كمواطنين، هاد الخصاصه اللي كيمارسوا هما وشي حاجه لا نستشاروا فيها كمواطنين، علما بان حنا كمواطنين حللنا دينا بالاصوات ديالنا، هذا كلهم اللي ما صوتش راه صوت الابناء ديالو، راه هادو راه بنتهم مشات صوتات راه ولدو، وحنا من الناس اللي كيشجعوا ولادنا على التصويت، حيت التصويت واجب وطني، وحنا هاد الحزبات حنا كنقولوا سنلتف حول العرش الملكي وسنلتجئ الى القضاء، في حيت القرار خصو يكون عنده اسس، قرار ما عندوش اسس غنلتجئوا للمحكمه الاداريه، وهو ما كيعطيناش من جيبه، وفي نفس الوقت حنا كنخدموا المواطن، حنا هاد الموظفين الجماعيين كنخدموا حنا المواطن، ما كنخدموش الجماعه، حنا نقصهم او سيرفيس ديال المواطن، فحال الشرطه، فحال الصحه، فحال التعليم، فكل شيء، حيت حنا الدار البيضاء محتاجه لي سيرفيس ديال هذاك، وحنا كنعطيهم والدوله كتعطينا واحد المقابل، اذا هذا المقابل عطاتنا الدوله قرات ولنا شحال هادي، انت ما خصكش توشي، خصك حنا خصنا المزيد. ماشي خصنا تنقص لينا، إلا بغيتي تحل المشاكل ديال مجلس الدار البيضاء ما تحلهاش على حساب الموظف، عندك علاش غتحلها؟ كاين كراء السيارات، كراء السيارات راه كدي واحد الميزانية، فهمتي؟ راه كاين ميزانية التجزئة، كاين ميزانية فوالا، يعني نشوفوا لا ديتواسيون ديال المازوت والليسونس، نشوفوا حنا الناس اللي عندهم السيارات
ياخذوا السياره، واللي ما عنده السياره ياخذها. انا نحل معاك جو في كونتابيليزي هاد لا شوز هادي في هاد الميزانيه، جو في لا كونتابيليزي عاد باش تمشي خصك تمشي تقلب على الضرائب اللي مازال ما تخلصاتش الاراضي الفارغه. راه عندك لا ريكورت ملي غتجيب انت لا كوليكت.